أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيات المستمرة من قناة الأيام لطوفان الأقصى وأبرز مستجداتها ومعطياتها، وللحديث أكثر عنها نرحب بضيوفنا الكرام مباشرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور صالح الشاذر. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما، كما نرحب بالمحلل السياسي السيد حسان عليان ينضم مباشرة عبر سكايب من لبنان. أهلا بكم سيد حسان، وأبدأ معك دكتور صالح. أهلا بكم. وصول الاحتلال الصهيوني لنقطة استهداف المنشآت الصحية، هذا الإيغال الكبير بالدماء الفلسطينية ومعاناة الأبرياء على ماذا يدل؟ نعم، أولا تحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك العزيز، وتحية إجلال والإكبار لمجاهدي فلسطين والرحمة والغفران للشهداء. بالتأكيد يعني من أمن العقاب ساء الأدب أو ساء التصرف، وبالتالي لا يوجد رادع ولا يوجد حقا مجتمع دولي يردع تصرفات الكيان الصهيوني الغاصب، وبالتالي هذه الاعتداءات هي متكررة منذ 70 عاما على حقيقة على فلسطيني، وتتمدد يوما بعد يوم. حدثت مشكلة مفتعلة من قبلهم أو من قبل أمريكا لأجندات حقيقة خاصة بها، سواء كانت أجندات انتخابية أو أجندات سياسية للحصول على مزيد من الأراضي، وبالتالي تستخدم العنف والسلاح بعدة ذرائع حقيقة، تستهدف الأطفال وتستهدف الشيوخ وتستهدف النساء، ومن ثم تصل إلى ما ابتغاها على مسمع ومرأة من العالم الذي حقيقة يغض الطرف عن هذا الموضوع، وبالتالي يحاول حقيقة إعلاميا إظهار الكيان الصهيوني وكأنه حقيقة ضحية، وأن الجلاد من حقيقة تقع عليها النيران، وهذه مشكلة كبيرة. وعكسه هو الإعلام العربي والإسلامي حقيقة الغير متواجد أطلاقا، لا نعرف ما هو السبب، أم هناك أجندات حقيقة للدول أو سياسات للدول أو رؤساء الدول والملوك العرب والمسلمين، وبالتالي أعتقد أنها مشكلة كبيرة تحتاج إلى علاج آني، باعتبار هناك شعب يذبح وهناك أطفال تذبح وهناك أرض حقيقة تستباح بغير حق، ولا يوجد حقا تصرف يردع هكذا تصرفات. إذن هنالك حقا خطر في المعادلة في العلاقات الدولية مع الجانب العربي والجانب الإسرائيلي، وعلى العرب أن ينتبهوا جيدا لما حقا يدور حولهم، لأنه لو حقيقة أنا من وجهة نظري كمختص لو استمر هذا الموضوع بهذه الوتيرة وبهذه الطريقة، حقا ستجتاح إسرائيل دول أخرى قريبة على سيما مصر وغيرها حقيقة، حتى من سوريا. يعني تتوقع دكتور صالح أنه سيكون هناك فعلا توسع بهذه المواجهة من قبل الكيان الصهيوني، قد يشمل لبنان وسوريا والعراق وغيرها؟ نعم، حقيقة قراءة لواقع المعركة هو حقيقة يعني بدأ تطبيق موضوع من النيل إلى الفرات، والخارطة الصهيونية اليهودية هي تسعى باتجاه هكذا حقيقة أمور. وأعتقد أنه علينا أن نفهم جيدا ونفهم اللغة، وهي لغة القوة التي يستخدمها الجانب اليهودي الصهيوني من أجل السيطرة ومن أجل الوصول إلى مبتغاه بالخريطة، وما يسمى بأرض حقيقة بالأرض الأجداد أو الأرض الموعودة وما إلى آخره من المسميات الغير حقيقة إنسانية والغير إخلاقية، والتي حقيقة توصف بأنها نوع من التوسع، وأيضا حقيقة ارتفاع موضوعة حقيقة العنصر الآري لدى بعض اليهود الذين حقيقة يقولون نحن عانينا وتعرضنا إلى الهولوكوست في فترة من الزمن وفترة من التاريخ، وبالتالي حقيقة يستعطفون دول العالم الغربي التي لديها علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية وعلاقات دينية قديمة، قد تكون هنالك حقيقة مشاكل كبيرة إذا ما كان هناك حلا إسلاميا عربيا أو حقا حث المجتمع الدولي على أن يكون له وقفة جدية مع الجانب الفلسطيني. نعم، نجدد الترحيب بكم السيد حسان عليان المحلل السياسي من بيروت. أهلا بك مرة أخرى سيد حسان، وأود أن أسألك عن توقيت هذا الاستهداف الذي قام به الكيان الصهيوني لقصف هذا المشفى، مشفى المعدنية في فلسطين في غزة. توقيت هذا الاستهداف سيد حسان ماذا يحمل من رسائل، مع أنه جاء قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكيان الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعني سيد حسان؟ نعم تفضل. نعم نعم.
أتوجه بالتحية إلى المجاهدين الأفغان الذين رسموا خارطة جديدة ومسار جديد للصراع مع العدو الإسرائيلي. هناك يوم أنا أسميه يوم العبور، الثاني بعد عبور 73، 27 له ما بعده وليس لا ما يوجد قبله، وبالتالي صوت. نشوف كمان تحول جديد فيما يتعلق في هذا الصراع مع قوة وتعاظم قدرات المقاومة. ما يتعلق باستهداف المستشفى المعمداني، طبعا هو له أبعاد كثيرة، واحدة من الأبعاد المطلوبة والذي اصلا يعني عمليا تسير باداره ومباركه واشراف ومباشره ايضا من العمل العسكري من قبل الدوله الامريكيه وجو بايدن اجمالا ووصوله بالامس او اليوم صباحا الى إسرائيلية مسيحية عمرها تقريبا أكثر من 120 سنة، منذ عام 1944، يعني هي مستشفى تراثية بالمعنى أو أثرية، وبالتالي السيدات يحدث إلى أول الإيغال في الدم الفلسطيني للضغط على بيئة المقاومة من أجل فك عروة العلاقة بين المقاومة وبيئة المقاومة القادمة القوية التي هي السند والظهر التي تتكي عليها حركات المقاومه الفلسطينيه. الامر الاخر والاكثر هو ما يحكي عنه منذ الامس وقبل ايام على لسان بلينكن وعلى لسان بايدن ايضا، التهجير الفلسطينيين من غزه باتجاه مصر، واليوم في كلام اغراءات بالنسبه لمصر بانه تسوير الديون ودفع كل ما او اسقاط كل الديون عن جمهوريه مصر العربيه، وبالتالي توطين الفلسطينيين والخلاص من هذه البقعه الموجوده على حدود على البحر مثلا وهي قريبه من مصر. لا. وهذا يريح العدو الاسرائيلي. اليوم بايدن موجود في المنطقه وفرنسا وبريطانيا والمانيا، الدول التي صنعت هذا الكيان المؤقت، هي نفسها موجوده الى جانبه لانها شعرت ان هذا الكيان انهار وانه فعلا سوف ينتهي، وبالتالي وجود كل هؤلاء الذين اوجدوا هذا الكيان الاسرائيلي الصهيوني في منطقتنا وعلى ارض فلسطين هم انفسهم اتوا لينقذوه مره اخرى، لان العدو الاسرائيلي كان فعليا الان يصارع من اجل البقاء، بينما كانت في البدايه بريطانيا والمستكبرين والمستعمرين في منطقتنا يعملون من الليل والنهار في القتل والتجزير في اهلنا الفلسطينيين الاصليين والشعب الاصلي في فلسطين وتهجيرهم من قراهم، وبالتالي هذا المشهد الذي رايناه في عمليه عبور في 7 تشرين هروب المستوطنين في البيداء، ايضا هروب الجنود الجيش الذي كان يقال عنه لا يقهر والفشل الاستخباراتي والسياج الشائك والمغلق والتكنولوجيا سقطت هذه المنظومة الأمنية، وبالتالي اليوم العدو هذا الكيان المؤقت فعليا انهار. وجد بايدن اليوم يقول لإسرائيل ونتنياهو لن نتخلى عنكم، لو لم تكن هناك إسرائيل طيب لعلينا أن نوجد إسرائيل ودولة يهودية، وبارك هذه الخطوة وبالتالي دعم إسرائيل وما زال يدعمه بدليل أن العمليات الإجرامية من قبل العدو الصهيوني الذي ينفذ الأجندة الأمريكية بالكامل مع وجود طيب الحرب. من جانب آخر سيد حسان إذا تسمح لي، محاولة الكيان الصهيوني التهرب من مسؤوليات هذه الجريمة الكبرى بقصف هذه المستشفى وتأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتصريحات الكيان بأن هناك الطرف الآخر واتهام حركة الجهاد الإسلامي بأنها هي من قامت بهذا الفعل وأيدها بايدن، كيف قرأتم هذا التهرب من قبل الكيان عن مسؤولية هذه الجريمة؟ في البداية أخي الكريم وللمشاهد أيضا أقول أنه عندما بدأت العملية العبور في هذه العملية البطولية التي أرقت لتاريخ جديد مع الصراع وأنها أسست يعني لتحرير فلسطين بالمعنى الحقيقي، وهذا الأمر جعل من المجتمع أو الجبهة الداخلية تنهار بالكامل، قال بايدن في اليوم الأول أو في الليلة الأولى وهو مهزوز لمدة دقيقتين فقط، طلب من نتنياهو أن يرد بشكل حازم وقاطع اتجاه حماس ونحن مستعدين ان نزودك بكل شيء، وايضا قال ايضا في يمكن في الاطاله الثانيه ان هناك سرديه لقنه اياها ايديك نتنياهو ان هناك اطفال ونساء ذبحوا في هذه العمليه وان هناك 20 طفلا تم قطع رؤوسهم، فطلع بايدن بالاعلام يعتمد السرديه ان نتنياهو النتن هذا او اليهوديه، وبالتالي حتى الاعلام الغربي والغرب صدق هذه السرديه وصارت عليها كل وسائل الاعلام الغربيه المتصاهمه ايضا والمتماشيه مع المشروع الصهيوني الامريكي
في المنطقة، وها اليوم اعتمد نفس السعودية، مع أن هناك تأكيد من وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك إنذار لأكثر من 20 مستشفى في داخل غزة لإخلائها، واعترفت بالأمس وسائل الإعلام أن هذا الصاروخ MKB-84 الذي يزن 925 كيلو جرام ويستطيع أن ينفذ على في يعني طاقة خرسانية أو قطعة خرسانية 3.4 يعني 3.40 سنتي. هذا الصاروخ هو الذي يدمر، وبالتالي هذه الكذبة التي يريد أن يقدمها وأن يغطي على جرائم العدو. دليل آلفاً دانت أن العدو الإسرائيلي ليس فقط من يغل في الدماء أطفالنا وأهلنا في فلسطين وفي غزة تحديداً، ولكن الأمريكي تحديداً بإدارة بايدن مباشرة هو الشريك، وهذه القذيفة التي أو الصاروخ الذي أسقط على مستشفى المعمداني يؤكد بأن هذه المسألة، وهو زود بها الكيان الإسرائيلي مجدداً. يعني في طيب خليني إذا تسمح لي خليني أرجع إلى بغداد إلى دكتور صالح. دكتور، إسرائيل ليست لوحدها في هذه المواجهة وهي مسؤول عن هذه الدماء، هذا التأييد الغربي للكيان الصهيوني دكتور صالح إلى أي درجة منح الضوء الأخضر للكيان الصهيوني للإغال بالدم الفلسطيني؟ نعم، من المتعارف عليه أنه حقيقة الصهاينة أو ما يسمى به الكيان الصهيوني الغاصب هو حقيقة الطفل المدلل لدى الجانب الغربي لأسامي الولايات المتحدة الأمريكية. وحقيقة نعتقد أنه بايدن أكثر الرؤساء الأمريكان أعطى الضوء الأخضر لهكذا تصرفات بالنسبة للإسرائيليين للقيام بهذه المجزرة. وأعتقد أنه الدعاية الغربية عندما تنفي هذا الموضوع معروف عن البروباغاندا أنه كذب كذب حتى يصدقوك، وبالتالي يعني حقيقة متعارف عليهم الكذب وتضليل الحقائق وتزييفها، وبالتالي يتحول حقا الجلاد الى ضحيه. اذا حقيقه هذا هو الاعلام الغربي المضلل والدعم الامريكي. هنالك حقا منظمات يهوديه حقا مقرها في الولايات المتحده الامريكيه مثل منظمه ايباك التي تدعم اليهود في كل مكان لا سيما في اسرائيل للتوسع للوصول الى دوله اسرائيل الكبرى. واعتقد انه بايدن ينتمي الى هذه الجمعيه، وايضا هنالك جمعيه خطيره جدا تسمى بجمعيه الموت أو جمعية الجماجم والعظام يطلق عليها هكذا لصناعة الحروب حقا من أجل الترسانة، يعني تصدير الترسانة الحربية إلى هكذا حقا وتجربتها على المناطق حقيقة في شتى العالم لا سيما الجانب الشرقي ووصولا إلى الجانب العربي، وبالتالي حقيقة أنها ستتدشن في إسرائيل. وهذه حقيقة هو أكثر المؤيدين بايدن لهكذا مشاريع يهودية صهيونية. أعتقد بالتالي يعني ماذا يقول غير هذا الكلام؟ أعتقد أنه بايدن أنا من وجهة نظري هو أضعف رئيس أمريكي، والحقيقة لأنه لا يجيد معنى الجانب الدبلوماسي ولا يجي حقيقة التصرف في البيت البيضاوي كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. وحقيقة الدليل على ذلك تراجع عن عدة قرارات أصدرها أو كلمات تحدث بها، مثلا عندما تحدث معه نتنياهو في اتصال هاتفي وقال له نحن نتعرض إلى الموت وأنها الهولوكوست الجديدة وهي المحرقة، وبالتالي فأخذ تصريحات حقيقة بأنه العرب يقتلون الأطفال، ومن ثم تراجع عن هكذا التصريحات. إذن هو لا يستند إلى التقارير الاستخباراتية ولا يستند إلى حقيقة المستشارين وإنما يأخذ الكلام. لكن دكتور صالح قصف مستشفى بهذا العدد الضخم من الضحايا من الأبرياء والمدنيين، هل يحتاج إلى تقارير وإثباتات استخبارية وغيرها أم هو حقيقة واضحة؟ لا، هذا حقيقة واضحة. أنا أتحدث بصورة بعموميات يعني موضوع بايدن بعموميات حقيقة طريقة القيادة وطريقة التفكير. إذن هي طريقة تفكير طريقة تحتاج إلى مراجعات، وأعتقد أنه من الممكن أن يفعل الموضوع، ومن يمكن أن هناك حقيقة أن تكون هناك شكوى من قبل الجانب العربي، وأعتقد جامعة الدول العربية هي المخولة بهكذا موضوع. من الممكن أن يطرق هكذا لأن هذه جرائم حرب، وبالتالي أعتقد أنه الواقع والصور تشير إلى الدلائل أن هناك حقيقة تعاون أمريكي غربي صهيوني بقتل الأطفال الفلسطينيين حتى تكون هناك حقيقة بشاعة لي هذه الجرائم وكشف هذه الحقائق والجرائم التي قد تكون حقيقة بداية بداية حقيقة لتوسع أكثر قد يطال الفلسطينيين إذا ما استمر هذا الصمت حقيقة الغريب العجيب. الصمت المليار ونصف من المسلمين مقابل 8 ملايين من اليهود ينتظرون متى
حقيقة تأتي الحجارة من سجيل وتنتقل من إسرائيل وأمريكا ولا يحركون ساكنا المليار ونصف. هذا موضوع أيضا أرجع لك إلى موضوع مهم أيضا ونقطة محورية يمكن دكتور صالح، لكن دعني أعود إلى سيد حسان. بايدن قال سيد حسان أنه على إسرائيل أن تواصل الرد على حماس، طيب هذا ما يعتبر ضوء أخضر إضافي لقوات الاحتلال في زيادة سلوكياتها بالقتل والتنكيل بالمدنيين، أم هو دافع لنتنياهو ربما لاجتياح بري وتشجيعه على الاجتياح؟ هذا مسألة الاجتياح البري أنا باعتقادي هذا مسألة بعيدة في المنال، والله لا يمكن أصلا نتنياهو في ظل هذا التضعضع وهذا الانهيار في البنية في بنية الجيش، وأنا باعتقادي البنية الجيش والبنية الأمنية حتى البنية المجتمعية التي تعتمد عليها دولة إسرائيل أو هذا الكيان المؤقت لا يمكن أبدا أن تكون لها قائمة في هذه المرحلة، وبالتالي هو لذلك استنجد نتنياهو ببايدن بكل الإدارة الأمريكية ببلينكن الذي قال أنا لست وزير خارجية في إسرائيل أنا يهودي، وقال بأنه فر وأن أتى إلى الأرض الذي فر منه جده من النازية، قال له أحد القادة العرب النازية في ألمانيا وليس في فلسطين النازية عندكم في المكان الآخر، وباعتقادي بوتين قال أيضا أن الذي تتعرض له غزة كما تعرضت له لينينغراد، كان يصف الإسرائيليين اليوم وأعوانهم لأنهم نازيون جدد، وبالتالي مباركة بايدن في استمرار الحرب رأينا مشاهدها عندما وهو يتحدث ويتكلم كانت هناك الصواريخ تعيط دمارا وقتلا وتهجيرا أيضا من منطقة لمنطقة أكثر من 30 شهيدا بينهم أطفال، وبالتالي اليوم الأمريكي كما ذكرت في البداية في الكريم هو ليس فقط يدير أو يشرف أو يزود بالسلاح ولكنه أيضا هو على الأرض 12 جنرالات أمريكيين موجودين إلى جانب الجيش الحرب الصهيوني المنهار لإعادة لملمة هذا الجيش وإعطائه ورفع معنوياته، وهذا قامه أيضا بايدن لطمأنة المجتمع الإسرائيلي بين قوسين الذي يسمى مستوطن هو فعليا مقاتل وجندي احتياط في الجيش الصهيوني، وبالتالي اليوم وجود بايدن فعليا إعادة الاعتبار لهذا الكيان لإبقائه حيا، وأنا باعتقادي عندما يقول سنفعل سنقوم ساسا بمعنى أن هذا الكيان أصلا غير قابل للحياة، يعني سنفعل لبقائه لأنهم يعلمون أنه وجد بطريقة غير مشروعة وغير قانونية ومغتصب للأرض، وبالتالي هم يحاولون مده بالأكسجين لفترة أطول قد يصل إلى سنوات قريبة وليست ببعيدة، لأن طوفان الأقصى فعلا أسس لطوفان كبير سوف يتبعه طوفان أكبر تنطحت به كل حركات المقاومة في إفغانستان في العراق في فلسطين في اليمن في سوريا في إيران، كل هذا المحور الشريف والحر في عالمنا العربي يمكن أن يترك الأمور تسير كما يريد بايدن أو هذا البيبي بيسموه نتنياهو إلى أن يصلوا إلى مبتغاهم، وأنا باعتقادي اعتماد هذا القتل الممنهج والمركب، وأصلا بايدن يقول وهو قال حتى في المؤتمر الصحفي اليوم سأل والده كيف يمكن أن يكون صهيونيا، فبالتالي قال له هل يكون يجب عليه أن يكون يهوديا، فقال له لا، فقال هو أنا فعليا أرى صهيوني وإن لم أكن يهوديا، وبالتالي هو اليوم يتبجح ويتباهى ويقول أن هذه إسرائيل هي يهودية ويجب أن تبقى يهودية مع أنها ديمقراطية، ويقول أنه يجب أن تبقى حقوق للآخرين، لكن مفارقة أيضا الكذب لبايدن عندما اعتمد سردية نتنياهو في أن من قام بالعمل الإجرامي في تدمير مستشفى إنسان وهذه سابقة تاريخية لم يحدث مثلها وهذه إبادة بشرية والعالم كله يرى ذلك ومشارك، وللأسف بعض الأنظمة الموجودة في منطقتنا التي تزالت تراهن على الحماية الأمريكية لم تخرج من اللغة الخشبية التي ما زالت حاكمة للمسار السياسي في هذه الأنظمة المحترئة والمتهالكة، على الوقت لأن نخرج طيب هذا من هذه العباءة ونقول كفى للأمريكي إجراما وقتلا، وأن نكون نحن في المنطقة العربية والإسلامية شعوب ثالثة أو رابعة ونجوز استباحة دمنا، هذا يجب أن لا يبقى، ومحور المقاومة أنا باعتقادي ما يجري في جنوب لبنان طيب قلت الدكتور قبل قليل أن غزة ليست وحدها وأن حركة المقاومة في لبنان حزب الله هو فعليا يقوم بحالة حرب فعلية وهو في حرب فعلية ويقوم بإشغال العدو الإسرائيلي ويستنزفه على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في عمليات متتالية، وهذا الأمر ردا على كلام بايدن أيضا في آخر كلامه أن على الأطراف المحيطة بإسرائيل أن تكف عن إيذائه وإلا
كان الرد مباشرة بنفس توقيتي. واضح واضح، رد أفعال الحالية وتهديدات متبادلة وخطيرة جدا. دكتور صالح، أيهما أخطر على وجود هذا الكيان المغتصب المحتل؟ مواجهة يهودية إسلامية عقائدية لمواجهة قومية عربية إسرائيلية، أيهما أخطر حاليا؟ تقصد من أي جانب يعني؟ من جانب أنه وزير الخارجية الأمريكي أول ما وصل لإسرائيل قال أنا جئت بصفتي اليهودية وليس بصفة رسمية أو إضافة إلى صفته الرسمية، بالمقابل أيضا المقاومة مقاومة عقائدية إسلامية التي تواجه الكيان من حركة حماس إلى حركات المقاومة الأخرى في حزب الله بلبنان إلى سوريا إلى العراق إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم. عفوا، ومقابل موقف عربي خجول أحيانا يوصف وأحيانا أخرى يوصف بالعمالة. نعم، أعتقد أنه السياسة الخارجية الأمريكية واضحة اتجاه الكيان الصهيوني هي حقيقة حاضنة لهذا الكيان المغتصب، وتحاول أن تلعب اللعبة الصفرية في العلاقات الدولية والحصول على كل شيء لصالح إسرائيل مقابل لا شيء لحقيقة لمناهضي إسرائيل سواء كانوا العرب. وأيضا يحاول بايدن حقيقة في سياسة الخارجية أن لا يخسر الجانب التطبيعي مع الجزء العربي الذي يسير في هذا الاتجاه حتى لا يخسر الانتخابات، وبالتالي عندما حقا وزير الخارجية أدلى بهذا كلام إذا هو حقا هي نوع من الحروب الدينية الصهيونية ضد العرب والمسلمين، ولكن متى يفقه المسلمين؟ ما زالت حقا لا توجد حقيقة هنالك حقيقة بوادر عربية وإسلامية كبيرة جدا للتصدي لهكذا حقا تصرفات ولهكذا عدو يحاول حقا النيل من الإسلام أولا ومن المقدسات ثانيا ومن العروبة ومن القومية مثل ما تفضلت حضرتك، وهذه حقا تحتاج إلى وقفة عربية. وأعتقد أنه دور جاي مع العربية التي تعتبر الممثل الأكبر هي للعرب هي تصرفاتها حقا خجولة جدا. هناك اتفاقيات في ديباجة الجامعة العربية منها اتفاقية الدفاع العربي المشترك وأيضا حقا اتفاقية أن تكون هناك أركان الحرب لماذا لم تفعل، وأيضا اتفاقية السوق العربية المشتركة يجب حقا أن يستخدم الآن كسلاح مثل ما حقا حدث عام 73. لو فعلنا هذه حقا الاتفاقيات الثلاث بصورة متوازية كعرب وكبلدان عربية نمتلك الثروة ونمتلك الاقتصاد الكبير سنحطم، وأنا يعني حقا مسؤول عن هذا الكلام، سنحطم كل تصرفات الغرب والكيان الصهيوني وأمريكا إذا سحبنا حقيقة أو جمدنا العمل برؤوس أموالنا الموجودة في الخارج. ولكن لمن حقيقة ننادي ولمن يسمع ومن يسمع هذا النداء؟ ولو استخدمنا هذا الموضوع سنكون صفا واحدا وننتصر إسلاميا وعربيا وعقائديا وقوميا. نعم. طيب، بعد الغارة الصهيونية على مشفى المعام دانية ألغيت القمة الرباعية سيد صالح التي كان من المقرر أن تعقد في المملكة الأردنية، هذه رسالة أرسلت من الدولة المستضيفة أم هي نتاج تشاور مع دول المنطقة؟ بالتالي حقيقة الدولة المستضيفة لديها علاقات كبيرة جدا ونحن نعلم ذلك مع الجانب الغربي. نعم. وبالتالي حقيقة لا تريد أن تكون هي في المقدمة، وأعتقد أنه هذا الموضوع أجل باعتبار هناك ستكون لك اجتماع طاري لجمع الدول العربية يعقد فيها القاهرة، بالتالي يعني وجدت لها مخرج لهذا الموضوع. ولكننا حقا لا نستطيع أن نعول على الجانب العربي في اجتماعته، وهي مجرد توصيات خجولة مثل ما كانت التوصيات يعني حقا التي قرأناها وسمعنا عنها من وزراء الخارجية العرب الذي حقا أشاروا إلى هنالك احتداءات متبادلة من قبل الطرفين، و أيضا أشاروا إلى موضوع الدولتين وحقا قارنوا فلسطين دولة فلسطين بالدولة الإسرائيلية، وهذه مشكلة كبيرة رغم تحفظ العراق وليبيا وأعتقد أنه سوريا على هكذا موضوع، ولكن التحفظ لا يجي نفعا، يجب أن لا تصدر هكذا قرارات مشينة بحق العرب والمسلمين اتجاه القضية الكبرى وهي قضية فلسطين. نعم. طيب سيد حسان، ما تعتقد أنه إلغاء هذه القمة كان مقررا تعقد في الأردن هو إجراء غير صحيح؟ لماذا تقطع هذا التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بينما تبقى إسرائيل تتمتع بهذه العلاقة وهذا
الحضور والارتباط وتؤثر بالتالي بالجانب الدولي؟ للأسف هذا الأنظمة على فكرة معتمدة بالكامل على الحماية الأمريكية المزعومة، وبالتالي هي لا تستطيع، وبل أكثر من ذلك هي ضغطت على هذه الحكومات وعلى هذه الأنظمة لعدم إدانة إسرائيل، وحاول بلينكن أن يصدر بيانات إدانة لحماس وأن يقول بأنها حركة إرهابية، وهذا حاول فيه كثيرا ولكنه لقى بعض الصدود. أما فيما يتعلق بالقمة أخي الكريم، هذه كذبة كبيرة، لا تستطيع هذه الدول أن ترفض طلبا أمريكيا على مستوى الرئيس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن أو غير بايدن. هذا بايدن شخصية ضعيفة منصوصة كما قال عنه ترامب، مش أنا أقول أنه شخصية غبية، وبالتالي هو فعلا لا يملك قرار، لا يملك يمكن من هذه الإرادة يغير بين لحظة أخرى كما قال الضيف الكريم، وبالتالي اعتماد اللغة الصهيونية في محاربة أحداث يجب أن تكون علينا، يجب أن تكون هناك بالمقابل مواقف عربية إسلامية مشرفة تقول لهذا المستكبر الأمريكي الذي ما زال يعتقد بأنه يستطيع أن يملي فيطاع، وهذا الأمر أصبح هناك تحولات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. لماذا لهذه اللحظه مرتهنين؟ اما الغاء القمه فاعتقد هو كذبه، لا يستطيع هؤلاء الانظمه المنبطحه على بيت الاعتاب الاسود ان يقولوا لبايدن لا نريد ان نلتقي معك ابدا، هذا الكلام مش دقيق. واعتقادي حتى ما قاله ابو مازن محمود عباس بعد عودته الى رام الله وقال انه يجب ان تبقى الاجتماعات مفتوحه لنصدر بيانات. هل يحتاج الشعب الفلسطيني في غزه هذا القتل بيانات؟ أنا باعتقاد الجامعة العربية أساساً مش موجودة، الجامعة عبرية للأسف أقول، يعني استمر العدوان والإجرام في غزة 7-8 أيام، لعقد وزراء خارجية العرب في الجامعة العربية واختلطوا على بيان من يقدم الطاعة إلى أمريكا ولا إسرائيل. للأسف هناك بيانات من بعض الدول العربية المتطبعة لم تساوي بين الطرفين، أدانت حماس وقالت أن حركة إرهابية مجرمة وأن هناك مدنيون في داخل الكيان المؤقت في غلاف غزة السوري. لهذه الدرجة وصل الاتحاد العربي والصفوف العربية في بعض الدول. أنا باعتقادي لم نرتقي بعد إلى مستوى الصرخة، صرخة الشهداء. يعني مثلا بايدن اليوم برب رحمة جديدة يقول أنه طلب من نتنياهو أن يفتح بإمداد غزة ببعض المساعدات الإنسانية، وأنه قدم للضفة الغربية وغزة 100 مليون دولار، بينما قدم لإسرائيل اليهودية التي أرادها اليهودية أن تكون، بمعنى أن تسفير العرب وأن يكونوا ضمن الدولة اليهودية، 10 مليارات دولار كدفعة أولى، وقبلها 8 مليار دولار لإنعاش الوضع الاقتصادي، لأنه الوضع في داخل الكيان على كل المستويات، هناك انهيار اقتصادي اجتماعي أمني استخباراتي عسكري، كل شيء على فكرة اليوم في الكيان المؤقت مشمول، وبالتالي من يقدم له أو يصمت أو يعني أو يلتزم الصمت اتجاه ما يجري في غزة، يعني أقول بكل وضوح وشفافية أخي الكريم وبموضوعية أنه شريك في هذا القتل وهذا الدم الفلسطيني. طيب سيد حسن، هناك من يطالب بمحاسبة الاحتلال على كل هذه الجرائم اللي ارتكبها، قتل المدنيين، قصف هذا المشفى للمدنيين والناس الآمنين، إضافة إلى محاولة التهجير القسري، كلها جرائم حرب بحسب المقاييس الدولية وبحسب تصريحات المنظمات الأممية، وحتى قصف مقرات أمم المتحدة في غزة تم قصفها من قبل الكيان، هذه جرائم حرب وهناك مطالبات بمحاسبتهم ومحاكمة القيادات والإدارة الإسرائيلية الصهيونية عليها، لكن الكيان لم يحاسب على الكثير من الجرائم الكبيرة السابقة، ممكن نتوقع أنه تم محاسبتهم على هذه الجرائم الحالية؟ هذا البلد المدلل لاسم إسرائيل في منطقتنا لدى الغرب والأمريكان قواعد عسكرية متقدمة أوجبتها الدول الغربية وأمريكا تحديدا للاستفادة من هذه القاعدة العسكرية، هي أتت من أجل إبقاء هذه القاعدة، لأن هناك وظيفة معينة أوكلت لهذا الكيان المؤقت وليس أكثر، وبالتالي ما زال ربما هذا الكيان بغاية هذه اللحظة هو حاجة ضرورية لإبقائه، وبالتالي هو خارج مسألة القوانين الدولية، خارج المحاكمات، خارج المحاكمات، هو أصلاً دولة أبارتهايد، هو دولة عنصرية بكل معنى الكلمة، حتى على مستوى التركيبة الديموغرافية اليهودية في داخل فلسطين، هناك أساساً في تمييز عنصري بين الأشكنازي والغربي والكويتي واليسار والعلماني حتى على مستوى الداخل، وبالتالي اليوم أمريكا فعلياً ترفض أن يتعرض هذا الكيان أو حتى شخصيات هذا الكيان إلى المحاكمة أو عرضهم على محكمة الجنايات الدولية، ونعرف أن محمود عباس أبو مازن تعرض للتهديد أكثر من مرة عندما قال أنه سوف نقدم دعوة على نتنياهو بأن هناك جرائم حرب ترتكب قبل هذه الجريمة النكراء التي فيها إبادة بشرية. أنا باعتقادي اليوم من يبطل جرائم ومن يحمي إسرائيل هذا الكيان المؤقت الصهيوني
هو أمريكا تحديداً بكل الطبقات السياسية، وأيضاً فرنسا وألمانيا وإنجلترا وبعض الدول الأوروبية. ولكن أراهن وأتأمل حقيقة أن هناك تظاهرات في الدول الغربية سوف تقلب الصورة رأسا على عقب، وسوف تغير في الكثير من الخطاب الإعلامي والسياسي. هناك أصوات اليوم ترتفع. الذي حصل في أوكرانيا مثلا، هذا المجتمع الغربي المناطق وأمريكا تحديدا تعتبر ما يقوم به بوتين والجيش الروسي في أوكرانيا جرائم حرب، وهناك أكثر 15,000 عقوبة مرست على روسيا. أما ما يحصل في غزة هو ليس جرائم حرب، هو رش ورود على أبناء غزة، هو أعطاهم المساعدات وأعطاهم الرفاهية. أما ما تعرضت له المستوطنات في غلاف غزة وفي أرض فلسطينية محتلة اعتبروا حماس داعش إرهابية، وهذا أيضا مفهوم خطير في هذه المرحلة. طيب، أيضا نرحب بالصحفي اليمني السيد هيثم المتوكل، ينضم مباشرة عبر الهاتف من أمستردام. أهلا بكم سيد هيثم. وبعد هذا التصعيد الكبير والموغل بالقتل والدمار بحق الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني، ممكن سيد هيثم أنه نشوف تلاحم ونرى هذا التلاحم ما بين محور المقاومة بمختلف ساحاته بصورة أكبر وأكثر خلال هذه المدة على امتداد كل ساحات المواجهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحياتي لكم ولضيفكم الكرام ولجمهور قناتكم. حياك الله. في الحقيقة أنه كنا في السابق نشكو من صمت الحكام العرب إداء القضية الفلسطينية، واليوم نحن نشكو أشد من تصريحات بعض الدول العربية، نشكو أشد مما يقوم به العدو الصهيوني باتجاه الفلسطينيين. اليوم هنالك إعادة نسج للوحدة الإسلامية، رأينا بالأمس الكثير من الخروج والكثير من المظاهرات والاحتجاجات والتنديد بما يقوم به هذا الكيان الغاصب، وبالتالي اليوم محور المقاومة لديهم خطوط حمراء لا يمكن أن تقوم إسرائيل ومن تقوم بتغطية جرائمها الممثلة بأمريكا بأن تتمادى أو تتعدى هذه الخطوط الحمر دون أن يكون هنالك فتح لجبهات جديدة. اليوم محور المقاومة هو يقف إلى ويتابع عن كثب ما تقوم به الفصائل المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية. اليوم تأخر فصائل المقاومة الفلسطينية في الرد على ما قامت به العدو الغاصب في الأمس من جرائم هو ليس تخاطر، وإنما هو استراتيجية وترك وإتاحة الفرصة لانضمام أصوات أو تسجيل مواقف هنا أو هناك. اليوم المواقف لبعض الدول العربية مواقف مهتزة. إذا أردنا أن نستهدف العدو الصهيوني علينا أن نستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة. اليوم المصالح الأمريكية في السعودية وفي الأردن وفي الإمارات وفي كثير من الدول هي مصالح إسرائيلية وتخدم هذا الكيان الغاصب، وبالتالي اليوم ضرب هذه المصالح هو ضرب مباشر لأمريكا. اليوم محور المقاومة لديكم فرصة لضرب هذه المصالح في المنطقة وقطع دابر الكيان الغاصب. طيب، بالمقابل سيد هيثم، رغم وجود دعم كبير نسبيا إلى الكيان وإعطاء فرصة ومجال للإغال بكل هذه الجرائم، لكن بالمقابل أيضا هناك إدانة وتنديد بكل هذه الجرائم التي قام بها الاحتلال، لكن ما مدى أهمية هذا الدعم الرسمي والشعبي الكبير الذي حظيت به فلسطين والمقاومة الفلسطينية، خصوصا بعد هذه الاعتداءات وقصف الكيان هذا المشفى لبآمنين ومرضى وأهالي هذه المناطق، وإدانة هذه الجرائم جرائم الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية بحق الفلسطينيين؟ سيد الكريم، هذه الإدانة اليوم أو الخروج إلى جانب الشعب الفلسطيني، اليوم عندما تكلم عن حكام العرب أو ما يسمى بصانعي القرار في داخل الدول العربية، ولكن عندما نتكلم اليوم عن موقف الشعوب، اليوم هنالك موقف حر لجميع شعوب العالم. اليوم الأردن لا تستطيع أن تقوم بموقف
لكي تسكت الشارع الأردني أو أن تقوم بعزل السفير الإسرائيلي داخل الأراضي الأردنية. لا زال هنالك مظاهرات واحتجاجات ضد هذا الكيان الغاصب. خروج الشعوب في هذا التوقيت وتنديد بهذه الجرائم هو في حد ذاته وقوف وإلى جانب الجبهة المقاومة في داخل الأراضي الفلسطينية، وقد سيكون هذا الخروج الشعبي ضغط على الحكام لكي يكون هناك مواقف جدية في اتجاه القضية الفلسطينية. خروج الشعوب في هذه الفترة هو ما مما رأوه مما عكسته فصائل المقاومة على أرض الواقع، وترجمة فصائل المقاومة ما كان يرمو إليه جميع أبناء الأمة الإسلامية. اليوم فصائل المقاومة لم تعد مثل ما كان قبل طوفان الأقصى، هو ليس مثل ما بعد طوفان الأقصى. فصائل المقاومة عدت العدة وجهزت نفسها لكي لأنها تعرف وتوقن بأن هذه المعركة ستكون معركة طويلة، والعدو الصهيوني هو يعرف أن هذه المعركة ستكون معركة طويلة، وبالتالي اليوم فصائل المقاومة هي على يعني على أتم الجاهزية لمقاومة أي غزو بري أو أي حماقات قد يقوم بها العدو أو الكيان الغاصب في داخل الأراضي الفلسطينية. الصحفي اليمني السيد هيثم المتوكل، شكرا لك، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف من أمستردام، شكرا لكم سيد هيثم. أعود لك دكتور صالح، كما سمعت كلام السيد هيثم وضرورة استعداد المقاومة وفصائلها لمواجهة ربما تكون طويلة، أيضا السيد عادل عبد المهدي إذا تابعت تغريدة أكد على ضرورة الاستعداد على كافة الصعد والمجالات لمواجهة المعركة الطويلة التي تنتظرنا. طيب دكتور، يعني هل فعلا هناك مؤشرات تتطلب من المقاومة التجهز والاستعداد لاحتمال معركة طويلة؟ نعم، أعتقد هناك حسابات استراتيجية على أرض المعركة كبيرة جدا من قبل محور المقاومة، وأنا متأكد من لدي المعلومات عن هذا الموضوع، ولكن المشكلة هي تصطدم بسيادة الدول التي تنتمي إليها، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق بين هذه قادة هذه الفصائل وبين رؤساء الدول والحكومات حتى نخرج في رؤية سياسية استراتيجية حقيقة لمواجهة تصرفات الكيان الصهيوني إذا ما حقا استخدم حقا موضوع اجتياح غزة. وبالتالي أعتقد أن إذا حدث هذا الموضوع ستكون هناك دعم كبير من قبل محور المقاومة للجانب الفلسطيني، واعتقد ان المعركة ستكون كبيرة جدا، والاستعداد اعتقد انه لا ما زال حقا يتصاعد، ونحتاج الى حقا قرار عربي سياسي عسكري حقا بالتنسيق مع جانب المقاومة. واعتقد ان من عندما نقول محور المقاومة ليس فقط الجانب العربي وانما الجانب الاسلامي برمته، واعتقد انه الجمهورية الاسلامية واضحة في هذا الموضوع، قالت حقيقة عند اذا حصل الاجتياح سنتدخل بالقوة، ولدينا حقا دعم من الجانب الغربي الشرقي لا سيما روسيا والصين، انه حقا الرئيس فلاديمير بوتين قال اذا تدخلت. تتوقع دكتور ممكن ان تصل المواجهه وتتوسع الى هذا الحد بدخول محاور اخرى؟ اذا حقا حاول الكيان الاجتياح ستكون هناك حقا صدام كبير جدا من وجهه نظري، وحد قالها السيد بوتين رئيس الاتحاد الروسي، قال عن اذا تدخلت امريكا سنتدخل لمساعده الفلسطينيين، ويجب حقا ان نستثمر هذه المفرده لا سيما في مجلس الأمن باعتبار لديها حق النقض وحقا في الجانب العسكري والتسليحي، ونحتاج إلى حقيقة أن تكون هناك هيئة عربية إسلامية شبه دبلوماسية للتواصل مع الجانب الروسي والجانب الصيني للحصول على حقا ضمانات في مجلس الأمن إذا ما حقا صدر قرار ضد العرب عموما وضد فلسطين حتى يستخدموا حق النقض. نعم، لكن بايدن مستعد انه يفتح جبهه جديده، عدى جبهه مواجهه مع جبهه اوكرانيا وروسيا حاليا. اعتقد انه السيد بايدن لا يستطيع ان حقا ان يتوقف عن رغبه الجانب الصهيوني في التوسع، وهو حقا مسير وليس مخير، واعتقد انه ما لحد هذه اللحظه الكونغرس الامريكي لم يقرر هذا الموضوع، وبالتالي اعتقد انه اذا ما
خول بالطريقة نفسها التي خول بها الرؤساء باعتبار أنه داخل معركة حرب سيتصرف لأنه لا يجيد اللعبة الدولية بحق تنبيه رمتها، وبالتالي من الممكن أن يخسر المعركة حقا سياسيا إذا ما استثمر الجهود العربية الإسلامية ومحور المقاومة. هذا الضعف لأداء بايدن، وأنا أقول وأكرر مرة ثانية أسوأ وأضعف رئيس أمريكي هو وصل إلى البيت الأبيض هو الرئيس بايدن. نعم. الحزب الجمهوري أنصار ترامب كان يعمد للحديث عن قلة الدعم الأمريكي، دعم بايدن للكيان الصهيوني، دعم إسرائيل. ممكن أن تكون زيارته هذا وسياسته الحالية بالتعاطي مع هذه الأزمة مجرد دعاية انتخابية؟ دعاية انتخابية حاضرة، وأعتقد أن لديهم أزمات داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو نوع من حقيقة توجيه الرأي العام من الداخل الأمريكي إلى الخارج الإسرائيلي باعتبار هنالك قضية محورية لديهم، وهناك حقيقة واليهود يتعرضون إلى عنف وتعذيب وقتل بحسب ادعاءاتهم من قبل العرب المسلمين، وبالتالي أعتقد هو نوع من الدعاية والبروغاندا لصالح انتخابات الديمقراطيين، ولكن أعتقد أن الديمقراطيين سيخسرون وسيصعد الجانب الجمهوري في الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة. نعم. طيب أعود لك سيد حسان، جانب المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة بشكل عام سيد حسان من خلال لغة التهديد والتحدي اللي يستعملها، ما تشوف أنه يرغب فعلا بجر قوات الكيان الصهيوني لاجتياح بري لغزة وإغراقه في معركة الميدان؟ أولا لا يمكن لهذا العدو المتحالف في هذه اللحظة أن يخطو خطوة في هذا الاتجاه، سوف يظل يصعد مسألة القصف، إعادة السيطرة، إعادة الثقة إلى حد ما إلى داخل الجبهة الداخلية، لأن هناك استطلاعات رأيت تتحدث عن أكثر من 40% ليس لهم ثقة بهذا الجيش، وبالتالي المنظومة الأمنية كلها سقطت. أيضا هناك أكثر من 90% يحملون نتنياهو هذا الإخفاق الكبير الذي حصل في داخل الكيان المؤقت، لأول مرة يتلقى هذا الكيان المؤقت تكوين سياسي ومنظوماته دفعة كبيرة لهذا الخطر، وبالتالي الدخول في حرب برية أو توسيع رقعة الحرب هو أصلا هناك يعني يحتمل الخسران الكبير. وأنا بتصوري أنه عندما يتحدث اليوم نتنياهو أننا أمام حرب طويلة وصعبة، وبتصور أن بايدن أيضا يبدو في نفس الإطار، وأنه مسألة الإشارات الإنسانية بالقطارة يعني نقطة نقطة، هو من أجل يعني إضاعة طاقة الأكسجين للقول بأن المجتمع الدولي أن هذه إسرائيل دولة ديمقراطية لها عندها إنسانية، وأنها لم تقتل الأطفال ولم تقصف المستشفى ولم قصف المستشفى ومحرقة الجهاد الإسلامي، كل هذه البروباغندا الذي يسوق لها نتنياهو. هناك آذان اليوم تسمع وتتلقف أخبار مغايرة، وهناك انقسام على المستوى الأوروبي فيما يتعلق بمحاربة هذه الجرائم التي ترتكب، وبالتالي قد يكون في المستقبل المتوسط أو البعيد شوي سوف تكون هناك محاكمات، وبالتالي أصلا نتنياهو حتى على المستوى الداخلي عندما تنتهي هذه الحرب سوف يذهب إلى السجن، ويعلم ذلك تماما. أما فيما يتعلق بالمقبرة وأن توسع رقعة الحرب كما ذكر قبل شوي أو سألت أخي الكريم، أنا باعتقادي اللغة التي تحكم مسار المعركة هي لغة القيادة الحاكمة والحكيمة التي ترسم المسارات بهدوء وتأنب والاستراتيجيات بعيدة في المدى، وبالتالي وحدة الساحات وتعدد الجبهات والربط بين هذه الجبهات اليوم هو قائم وجاهز، والجهوزية قائمة منذ معركة سيف القدس في عام 2020. أنا بتصور محور المقاومة يزداد قوة واقتدارا وتنسيقا وتكاملا من إيران إلى العراق إلى اليمن. بالنسبة لإيران سيد حسان إذا تسمح لي، بالنسبة للجمهورية الإسلامية تهديداتها جاءت على لسان عبد اللهيان، جاءت تهديدات مباشرة وصريحة ومؤكدة له، لكن هذه التصريحات والتهديدات إن صح التعبير ممكن تؤكد استعداد الجمهورية لمواجهة حقيقية وتوسعة هذه المواجهة والصراع؟ يجب أن نكون موضوعيين وعقلانيين أيضا في المقاربة، وتصور أصلا الدكتور عند البيت الآخر بالقانون الدولي بيعرف يعني إذا دخلت إيران بالمباشر على أساس الدفاع عن فلسطين كفلسطين قضية شعب وليس مقدسات مثل فيما يتعلق بالأقصى، سيقال مثلا في المجتمع الدولي وتقال قضية كبيرة جدا أن إيران دولة بعيدة عن فلسطين، وبالتالي ما دخلها في هذا الأمر. إيران سوف تبقى داعمة بالسياسة وبالموقف الحازم وفي الشارع وفي الساحات كما العراق كما اليمن كما كل الساحات الشريفة سوف تبقى، ويجب أن تبقى وهي ورقة ثابتة على الأنظمة
المتهالكه التي ما زالت تقترن الى الجار الامريكيه والغربيه، انا بتصور هذا واحد. اثنين فيما يتعلق بوزير الخارجيه، هو فعلا الوحيد الذي قام بحركه دبلوماسيه نشطه في الفتره الماضيه، والذي ذهب يمينا ويسارا وتحدث الى القريب والبعيد حتى الذين لم تكن بينهم ايضا علاقات جديه. وانا بتصور هذه رساله انني قد بلغت، وعلى المجتمع الدولي العربي والاسلامي ايضا ان يتحمل مسؤولياته. والسيد القائد الثاني بالامس قال ان الجرائم ترتكب امام مرأى العالم والعالم يتفرج، وانا بتصور قال السيد القائد كلاما ايضا يبطن مضمون تهديدي انه لا يمكن ان نبقى متفرجين على هذا المشهد، وان نتنياهو مهما حاول من ارتكاب جرائم، لانه هذه سياسته وهذه دينه، وهكذا تربت اسرائيل على الاشرار والقتل والتهجير والتهجير، ليس لها ثقافه اخرى. نحن امام مشهد تحولات عاقله وحكيمه تدير المعركه باستراتيجيه طويله، وانا باعتقادي عامل الاستنتاج في لبنان اذا استمرت الحرب طويله سوف يعني يتعرض الكيان الصهيوني الى نكسات كبيره، وبتصور الجيش يحتاج الى وقت كثير قبل العلاج النفسي لاعاده لمامته واعاده الهيبه لهذا الجيش الذي قهر وانكسر. الشكر جزيلا لكم المحلل السياسي سيد حسان عليان، كنت مباشرة عبر سكايب من لبنان. شكرا لكم سيد حسان، والشكر جزيلا لكم أستاذ العلاقات الدولية دكتور صالح الشذر، كنت ضيفا كريما. شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء.